بصاحب الوعد رغم المرض وما قبل يتحدث انه هو مريض، لكن طلبته قال احنا بالتعادل والخساره ما اطلع، بالفوز اكون وياك عد وعدي حتى لو مريض. روان الناهي من بلجيكا حياك الله. حياك الله ابو يارا، شلون صحتك؟ تحياتي لك والكابتن يونس القطان، ومبارك تحياتي على هذا الفوز. تحياتي لك روان. احكي لي انت شعورك. لا احنا متواعدين قبل 4 ايام 5 يعني، اي اعرف. فهسه انا اللي اقود الاستفيض. قوم انت وكابتن يونس ونسمع اغنيه سوا، يلا نقوم. قوم تحتفلون، العراقي يستاهل مو؟ طبعا يلا نبلش. يلا. ما شفتكم قمتم. قوم كابتن يونس. مو هذا الكرسي خاب يوقف. تعبان صحيح، تعبان اليوم كلش. لحظة، ما ادري شنو جوا، عقالي اماراتي بحريني والله ما ادري. يلا عادي كلهم ندوسهم روان. لا لا روان، ليش وصلنا لهاي المرحلة؟ يعني ليش هسه كل المشاعر كلها، يعني بصراحة بحرقة نتحدث بألم، كأنما يعني صار فد شيء صعب علينا انه نفرح، ليش روان؟ بعيد على انه منتخبنا من 12 مباراة متتالية لم يحقق الفوز، بعيد عن جميع المنغصات، الفوز على الامارات ليس ذو طعم، يعني ببساطة انت تفوز على الامارات منذ تأسيس الكرة العراقية واحنا شافعينهم دمك، وانا استخدم هاي الالفاظ، قلت لك اليوم انا هم طالع بثوب مشجع. اللي صار هو تكالب اخوة يوسف على شعب مثل العراق، على بلد مثل العراق، يعني يسابقون في القنوات ويسابقون بالوكالات لطرح سمومهم، يعني بنفس الوقت هم يكذبون بهالضحكة المسمومة والعراق وكذا وكذا، هم يعني حاولوا بشتى الطرق، بدءا من موضوع نقل المباراة خارج بغداد، مرورا باختيار الملعب الذين يرغبون باللعب فيه، والدليل اليوم انت شفت يعني المنتخب الاماراتي غير الشقيق، لا زلت على كلامي ولن اتراجع، وحتى ان اتوا لكاس الخليج فهم غير مرحب فيهم بالبصره، وهم منتخب غير شقيق مع المنتخبات الاخرى التي تشارك في البطوله.